السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيفي عبده اخبار جديده جدا ورساله دعم منها بتدل على انها فعلا طلعت اصيله، ويمكن ربنا بيعديها من المحن اللي بتدخل فيها لحاجات معينه. يلا ندخل في الموضوع على طول، بس قبل ده كله صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. فيفي عبده طلعت اصيله، بمعنى ايه؟ اولا الصوره اللي قدامكم ديت كانت اخر ظهور لفيفي عبده، يعني النهارده بالتحديد مش في اقل من ساعه كانت الصورة اللي انتوا كنتوا لسه شايفينها دي كانت اخر ظهور. شكلها متغير جدا، تحس ان هي مش كانت تعبانه ولا عيانه، بالعكس تحس ان هي كانت بتعمل عمليه تجميل ولسه راجعه. انا ده رايي الشخصي ان شكلها متغير تماما، مش هي دي فيفي عبده اللي احنا عارفينها، ولا حتى دي الوعكه الصحيه اللي هي كانت موجوده فيها اللي قالوا ان هي على الاقل بعد ما قالوا كله بيتموت وكده، هي طلعت قالت ده كانت مجرد حقنه اعصاب. حتى لو حقنه اعصاب ما شاء الله، يعني الاعمار بيد الله. طبعا عملت حاجة بقى تحسب لها، محدش عملها، وهي كانت الداعمة الأولى والوحيدة في الموضوع ده. طبعا كلكم عارفين حورية فرغلي واللي حصل لها، طبعا بعد موضوع مناخيرها وان وشها اتشوه، مناخيرها لما وقعت من على حصان طبعا وشها اتشوه، وفي ناس كتير هي طلعت اتكلمت وقالت محدش ابدا وقف جنبي والكل اتخلى عني، وفعلا طلع الوسط كله كل واحد بيقول يلا نفسي ومحدش وقف معاها تماما. ولكن فيفي عبده كانت داعمة ليها وقالت لها، يعني وقفت معاها جدا. حتى انا هوريكم دلوقتي اللي هي قالته ليها، هيجي صورة قدامكم دلوقتي. وردت عليها وقالت لها ان انتي قمر وطول عمرك جميلة وموهوبة وطيبة، واوعي تزعلي ابدا لان الضربة اللي ما بتموتش بتقوي. طبعا في طبعا حورية فرغلي كانت متأثرة جدا وطلعت تعيط وتبكي ان فعلا مفيش حد في الدنيا واقف جنبها. ولكن فيفي عبده احنا عارفين دايما ان قلبها طيب وانها فيها حاجة كويسة، احنا عارفين كده. احنا ناس كتير بتعتب عليها وبنتمنى ان هي ترجع عن كل في دماغها، يعني انتوا شايفين صورتها يا جماعة، دي كانت واحدة بتقول انا مش هتحجب، وحجاب ايه؟ نفس كلام رانيا يوسف، كلهم زي بعض، قالت انا كل الناس محجبة بس انا مش هتحجب وهفضل البس عريان، وبدليل الصورة اللي كانت لسه منزلة حاليا. انتوا شفتوا الصورة اللي هي لسه منزلاها مش اقل من ساعة حاليا، لسه فيفي عبده منزلاها صورة تحس ان حتى هي في الصيف مش في الشتاء في لبسها، بس هي قالت انا هفضل وهأظل البس عريان. فيها حاجات كويسة فيفي؟ فيها حاجات مش تمام. طبعا كلكم عارفين سنها كبير جدا، ولو واحدة غيرها في السن ده كانت قربت جدا من ربنا او افتكرت ربنا لما بتتعب. بس انا اللي بأكده لكم ان فيفي عبده كانت مختفية الفترة دي كلها لسبب ما، كانت بتعمل عملية تجميل، وفعلا بان فعلا في شكلها، ولو دققتوا في ملامحها هتلاقوها عملت عملية تجميل، وده كان سبب الاختفاء. انما ان هي تطلع توجه رسالة اللي انتوا شايفينها دي، طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة، ما تزعليش الضربة اللي ما تموتش بتقوي، دي حاجة تحسب لها، لان بجد في حورية فرغلي صعبت علينا جميعا، وناس كتير جدا اتأثرت بمشكلتها اللي حصلت ليها خصوصا في الفترة الاخيرة، وعدم اهتمام اي حد بيها، محدش افتكر لها حاجة. الوسط الفني فيه حاجات وحشة كتير، لكن في ناس ممكن يبقى قلبها طيب وبتحس بالناس او بتحس بالغير، لكن مش الكل كده. فيفي عبده اثبتت الحاجة ان هي بتقف مع الناس واصيلة وجدعة، ودي حاجة تحسب لها. ولكن في حاجات تانية كتير جدا احنا معترضين عليها، لانها سنها كبير جدا وبتطلع بشكل وبمنظر غير لائق. يعني الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت هي لسه منزلاها وبتقول صباح الخير من مصر ام الدنيا. انا حاسه ان الصوره دي ممكن تبقى كمان قديمه، بس اللي باكده لكم ان دي واحده في تغيير كامل جذري في شكلها، بدل ان هي عملت عمليه تجميل، والموضوع اساسا كله كان في شين كناها مش تعبانه ولا في اي حاجه. طبعا ربنا يهدي الاحوال ويهدي الناس جميعا، بتمنى لكم دايما دوام الصحه وراحه البال. بشكركم جدا على حسن المتابعه.